النمسا تعتبر وضع المدنيين في غزة غير مقبول. معلومات تشير لوجود جريمة قتل بعد العثور على أجزاء بشرية. افتتاح وحدة للنظر في عنف الشرطة النمساوية. هزتان أرضيتان تضربان 3 مناطق بين النمسا وألمانيا. تسجيل 2251 حالة ضرر ناتجة عن لقاحات كورونا. واكتشاف 96 طن من الأرز الهندي الملوث في فيينا مخصصة للمطاعم. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. وصف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ الوضع في غزة بأنه غير مقبول، داعيا إسرائيل إلى زيادة الدعم الإنساني وتكثيف جهود حماية المدنيين. وأنهى شالينبرغ مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الذي انعقد حول موضوع إعادة بناء الثقة، وأكدت وزارة الخارجية أن المنتدى يوفر فرصا للتشاور حول الجغرافيا السياسية والأمن والاقتصاد والمناخ على مستوى عالمي. وعقد شالينبرغ اجتماعات ثنائية مع وزراء من لبنان والسعودية تناولت الأوضاع الإنسانية في غزة. كشفت التحقيقات حول أجزاء الجثة المكتشفة في قناة النهرية في فيينا عن وجود آثار تعذيب على الجثة، وذلك عقب العثور على أجزاء إضافية من جثة الرجل. ويعتقد المحققون حدوث جريمة قتل بسبب التأثير الواضح على جثة الضحية، وأعلنت الشرطة الخميس أن النتائج التقريبية لفحوص الطب الشرعي الأولى تشير إلى أن الوفاة قد تكون نتيجة جريمة قتل، وتم استخراج المزيد من أجزاء الجثة بواسطة وحدة الكبرى الخاصة بما في ذلك الرأس، ويتم تحليل الحمض النووي لتحديد الهوية مع مقارنتها بسجل الأشخاص المفقودين. mit einer Säge oder einem ähnlichen Werkzeug zertrennt worden sein. Die Leiche dürfte sich jedenfalls schon mehrere Wochen im Wasser befunden haben. Nach dem Abschluss der DNA-Analyse erhofft man sich konkrete Erkenntnisse auf die Identität des Mannes. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا عن إنشاء وحدة التحقيق في عنف الشرطة النمساوية. وأعلن الوزير أن عمل الوحدة سيبدأ من الاثنين المقبل، وكانت قد تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان، وتهدف الوحدة إلى التعامل مع الاتهامات المتعلقة بالعنف الشرطي وتحسين الثقة في السلطة التنفيذية. وتوقع وزير الداخلية أن تتمكن الوحدة من تسوية الاتهامات بشكل فعال بهدف تحسين وتحقيق استقلالية الوحدة وزيادة الثقة في السلطات. شهدت منطقة تقاطع 3 ولايات تيرول وسالسبورغ إضافة إلى بافاريا في ألمانيا هزتين أرضيتين ليلة الخميس، حيث بلغت قوة الهزة الثانية 3.3 درجة على مقياس ريختر. وكان مركز الزلزال على بعد 13 كيلومترا من منطقة لوفا في بنتكاو، وقد لوحظت الهزات بوضوح حيث شعر الناس بالرعب، ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار ناتجة عن الهزة الثانية، وتم الإبلاغ عن الهزة الأولى بعد الساعة 10 مساء حيث بلغت قوتها 2.2 درجة، ولم ترد تقارير عن أضرار في المباني بعد الهزة الأولى. قالت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن الإصابات الناتجة عن لقاحات كورونا بلغت 2251 حالة حتى نهاية العام 2023. ووفقا للبيان فقد سجلت 2 حالة وفاة بسبب تخثر الصفائح الدموية الناتجة عن التطعيم، وشملت الحالات التي تقدمت للتعويض التخثر الدموي والتهاب عضلة القلب بالإضافة إلى التهاب دماغي. وقد تم رفض 846 طلب واستلام 340 طلب، نفذ منها 281 تعويضا ثابتا بمتوسط حوالي 1900 يورو بالإضافة إلى إعانات تقاعد شهرية بمتوسط 500 و600 يورو و26 إعانة تقاعد دائمة. اكتشفت فرق فحص الأغذية في فيينا 96 طنا من الأرز الهندي يحمل آثار مبيدات حشرات للأفات النباتية الضارة عند شركة توزيع كبيرة. وقد تم سحب الكمية من السوق حيث وجد الأرز الملوث خلال فحص في مستودع شركة توزيع رئيسية، وقدم التاجر تقريرا مخبريا عن الشركة من الشركة المصنعة الهندية يفيد بجودة الأرز.
ومع ذلك قامت دائرة التسوق بإجراء تحليل مستقل أظهر وجود تلوث فيه، وكان الأرز الملوث مخصصا للتوزيع في المطاعم. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.